بقالي يومين بلمح لك اني نفسي في طفل وانت منتهى السذاجه جايب لي قطه. كويس ان انا ما اتخانقتش معاكي، لان كل اللي اتفقنا عليه قبل الجواز انت بتغيريه بالتدريج وبمزاجك، وعايزاني اقبل بالامر الواقع. المهم يحصل اللي انت عايزاه وبس، ولو انا ما عملتش كده هبقى انسان وحش، ما بحسش، ما بفهمش، مش كده؟ انت فعلا مش فاهم اي حاجه، ولا عمرك كنت فاهم حاجه. عادي جدا على فكره، انا كنت متوقع منك كده. ماشي، انا اسف، اسف يا كارمن، اسف وحقك عليا. انا داخل انا. لا استنى بقى، ايه انا اسف دي؟ هو انت بتقولها عشان تنهي الحوار وخلاص؟ انا لسه في كلام عايزه اقوله. لا عني بقى، انا ما نمت ولا اكلت. اتفضلي حضرتك قطمي فيا لحد ما تستريحي. ها عايزه تقولي ايه كمان؟ ايوه هتخافي من صوت العالي وتبصيلي وتحسي قدامك ان انا يا للهول كاني وحش كاسر، وتجري على اوضتك تفضلي تعيطي لحد ما اجي واعتذرلك، مش كده؟